السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة الأعزاء. نشرح إن شاء الله تعالى بإعداد محاضرات فيديوية. هذه المحاضرة رقم 3، المعدة من قبل أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير. عدت هذه المحاضرة لطلبة المرحلة الثانية الدراسة المسائية في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة. اليوم المحاضرة إن شاء الله سنتكلم عن موضوع النورمال فلورا. في الحقيقة النورمال فلورا هي تمثل مجموعة من الأحياء البشرية، وبالأساس هي عبارة عن بكتيريا تكون نافعة للجسم وغير مرضية. فبالتالي التمييز ما بين النوعين اللي هي البكتيريا الضارية والبكتيريا النافعة. هذه البكتيريا النافعة عادة تكون موجودة في أجزاء مختلفة من الجسم وتقوم بوظائف معينة تعود بالنفع إلى الكائن الذي يحملها، وهنا اليوم نتكلم عن الإنسان. فبالتالي للتمييز ما بين البكتيريا الممرضة والبكتيريا النافعة نقول إنه هي عبارة عن كائنات، أولاً كائنات مجهرية، والأمر الآخر هي عبارة عن كائنات حية تعيش في كائنات حية أخرى. ولكن الأساس في تمييزها هو إنه لا تسبب أي إمراضية للكائن الذي تكون في داخله. على سبيل المثال هذه الكائنات المجهرية تكون متواجدة على سبيل المثال في الفم. في الفم تؤدي وظيفة معينة تكون غير ممرضة، ولكن إذا انتقلت هذه الكائنات المجهرية من الفم إلى أجزاء أخرى، على سبيل المثال انتقلت إلى الدم، حينها تكون أيضا مرضية. وإن شاء الله راح نتطرق في هذه المحاضرة بالسلايدات القادمة ونتعرف على مجموعة من النورمال فلورا اللي هي البكتيريا النافعة، ونفهم بشكل دقيق حول هذه الكائنات والفائدة التي تعود بالنفع إلى الإنسان الذي يحويها. طيب خلينا نتطرق الآن إلى رؤوس نقاط مهمة. إنه أولاً هي they are microorganisms، هي عبارة عن كائنات بشرية. they live on another living organisms، هي تعيش في داخل كائنات أخرى. الإنسان الحيوان مثلاً they don't cause disease، هي لا تسبب أمراض. وعادة جسم الإنسان يتميز بأنه يكون غير معقم 100%، يعني إحنا لا نتوقع أنه مثلاً جسم الإنسان يكون خالي من الأحياء المجهرية، ولذلك the human body is not sterile، إذن هو غير معقم. ليش؟ لكونه يكون حاوي أيضاً على بكتيريا نافعة، فبالتالي هو غير خالي من الأحياء المجهرية. هذه البكتيريا اللي هي normal flora أو common cells تكون تستعمر colonized many different microorganisms. في الحقيقة they colonized، يعني المفروض أن نقول أنه الجسم الكائن الحي يستعمر بالأحياء المجهرية منذ لحظة ولادته. يعني الإنسان حين يخرج إلى الدنيا وهو طفل يبدأ بالحصول على هذه الكائنات من المحيط الذي ينشأ به، سواء كان عن طريق الأكل أو عن طريق الشرب. ذكرنا في المحاضرات السابقة أنه الكائنات النافعة تعود بالنفع على الإنسان من ناحية مبدأ التنافس. بالتالي وجود هذه الكائنات في داخل جسم الإنسان تمنع نمو الكائنات الممرضة أو البكتيريا الممرضة. وإذا تذكرون تطرقنا إلى موضوع أو مثال بسيط، هو أنه كيف أنه الإنسان يحامي عن بيته ويمنع دخول العدو. فشبهنا هذا المثال إذا تذكرون بالكائنات المجهرية النافعة، هي أيضا تستعمر مناطق معينة موجودة في الجسم، ومن مبدأ التنافس تمنع نمو الأحياء المجهرية الأخرى. طيب ننتقل الآن إلى تفاصيل هذه المحاضرة. فالموضوع الآخر اللي أود أن أتكلم عنه هو أنه distribution of normal flora in the body، بمعنى أنه توزيع normal flora على أجزاء جسد الإنسان. تتميز عادة أنه normal flora أنه تكون موجودة في مناطق معينة. على سبيل المثال هذه normal flora تكون موجودة في الجلد، تكون موجودة في العين، تكون موجودة في الفم، as well as the upper respiratory، الجهاز التنفسي العلوي، gastrointestinal، القناة المعوية،
وكذلك تكون موجوده باليورو جينتال تراكت اللي هي القناه البوليه التناسليه، واعضاء اخرى بالجسد على سبيل المثال اللي هي الانترنال اورجانز على سبيل المثال اللي هو الطحال السمين والبنكرياس والليفر والمثانه بلادر والسنترال نيرف سيستم الجهاز العصبي المركزي وكذلك الدم. هذه الاعضاء الداخليه تكون غير حاويه على اي كائنات سواء كانت نورمال فلورا او سواء كانت بكتيريا ممرضه. مجرد تواجد هذه الكائنات في هذه الاعضاء يعد عمليه اصابه. اذا النورمال فلورا تكون متواجده في اجزاء معينه من الجسم ولكن ليس كل اجزاء الجسم، غالبا تكون منتشره على طول الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وحتى الجهاز التناسلي. على سبيل المثال هذا الفيجر الان اللي موجود امامنا يوضح انتشار النورمال فلورا في اجزاء الجسم المختلفه. في الابر ريسبيراتوري تراكت اللي هي القناه التنفسيه العلويه تكون حاوي على ستافيلوكوكس اي ستافيلوكوكس سبيشيز، نوع من انواع البكتيريا نسميه بالبكتيريا مكورات العقوديه. كذلك انواع اخرى مثل على سبيل المثال ستريبتوكوكس نيمونيا، وهذه النيمونيا تكون عاده غير ممرضه. الفا هيمولايتيكس، نوع الالفا هيمولايتيكس اللي يحلل الدم نوع الفا، ايضا يكون موجود بالستريبتوكوكس انواع اخرى من الستريبتوكوكس على سبيل المثال ذكرنا انه ستريبتوكوكس نيمونيا، قد تكون هناك انواع اخرى ايضا متواجده ولكن اقل من النيمونيا. ايضا تكون موجوده بكتيريا تسمى الهيموفيلس سبيشيز، وايضا انواع اخرى من البكتيريا اللي تكون عاده غير هوائيه عن ايوروبيز. بالنسبه للجسد اي الجلد ايضا يكون متواجده في بكتيريا ستافيلوكوكس، موجوده في كورنيفورم بكتيريا او ديفثيرويدز، وتكون موجوده في نوع اخر من البكتيريا يسموها كيوتوبكتيريوم سبيشيز. بالنسبه للجهاز الهضمي السفلي يكون ايضا موجود في انواع اخرى من البكتيريا اللاهوائيه الانيروبيز انتيروكوكس انتيروبكتيرياسيا، عائله الانتيروبكتيرياسيا على سبيل المثال الشريشيا كولاي والكليبسي اللي ترجع من تيروباكتيريسيس ستريبتوكوكس انجينوسيس، وكذلك لاكتوباسيلس والكانديدا اللي هي نوع من انواع الخمار. بالنسبه الى الجهاز التناسلي على سبيل المثال الجهاز التناسلي الانثوي يكون موجود اللاكتوباسيلس ستريبتوكوكس اجالاكشيا. هذه الانواع مطالبين بحفظ هذه الاسماء، ومطلوبة من عندكم أنه حفظ الأنواع البكتيرية وأماكن انتشارها. طيب ننتقل إلى الموضوع الآخر، عفوا المكان انتشار النورمال فلورا الآخر اللي هو السكين. طبقة السكين الموجودة عادة تستعمرها أنواع مختلفة من البكتيريا. عادة السكين يكون حاوي على مجموعة كبيرة من الأحياء المنشرية اللي هي على سبيل المثال 90% يكون عادة للأوتر لاير أوف سكين، يعني الطبقة الخارجية من السكين 90% من عدها تكون مستعملة من قبل بكتيريا ستافيلوكوكاي إبيديرميدس وأنواع أخرى من الستافيلوكوكاي، وحتى الستافيلوكوكس إيريس ربما تكون أيضا متواجدة. عادة هذه البكتيريا وجودها بالجلد يكون غير فعال، ولكن مثل ما تكلمنا أنه عادة إذا انتقلت إلى أماكن أخرى على سبيل المثال مجرى الدم وصلت إلى الجهاز التنفسي ربما زين الرئتين إلى آخره تكون عادة ممرضة. غسل اليدين جدا مهم، عادة غسل اليدين يزيل كثير من البكتيريا اللي يكون موجودة على سطح الجلد. طيب وجود هذه البكتيريا على سطح الجلد شنو الفائدة من عدة؟ هذه تمنع حتى يعني وجودها كولونايزد بالسكين مثل ما ذكرنا، يمنع في حال تعرض الإنسان إلى أنواع بكتيرية أخرى، بالتالي يمنع الكولونايزيشن من قبل البكتيريا الممرضة للأنواع الأخرى اللي هو مبدأ التنافس الكومبتنسي اللي ذكرناه سابقا. هناك أنواع أخرى على سبيل المثال من الـ anaerobic organisms such as propobionibacterium acnes اللي هي تسبب عادة حب الشباب تكون عادة موجودة فيها، وهذه النوع من البكتيريا اللي هي تكون لا هوائية اللي هي البروبايون باكتيريوم تكون موجودة عادة في الطبقات الديب من السكين،
وتكون عادة موجودة في الحويصلات الشعر اللي هي الهير فوليكلز، وكذلك السويت اند سيباشس بلانتس اللي هي الغدد الدهنية والغدد العرقية. يعني على سبيل المثال هنا نشوف انه تخترق الجلد، توصل الى هذه المناطق، تتميز بانه لها رؤية. بالنسبة الى العين، العين عادة تكون معقمة الى حد ما. العين تفرز افرازات التيرز اللي يكون موجود، يكون حاوي على انزيمز، هذه انزيمات، انزيمات اللايسوزوم. انزيمات اللايسوزوم معظم انواع البكتيريا لا تستطيع ان تتحملها، ومع ذلك هناك نوع من انواع small number of bacteria are normally present in the conjunctiva of the eye اللي هو الملتحمة العين، اللي هي على سبيل المثال diphtheroids cornibacteria، Staphylococcus epidermida، Staphylococcus aureus، Commensals neisseria، Streptococcus pneumonia. هذه الأسماء أيضا مطالبين بها. فبالتالي أيضا وجود هذه الفلورا في العين تقوم بوظائف معينة اللي هي Commensals، اللي هي التنافس، اللي هي تمنع وجود في حال لو أصيبت العين ببكتيريا ممرضة من أجناس أخرى، وجود هذه البكتيريا في هذه المناطق ولكونه نورمال فلورا ولكونه لا تسبب حالات مرضية تتنافس مع المرضية وتمنع من نموها. طيب الفم، الفم وتجويف الأنف. The mouth and nose harbor many microorganisms، يحوي على العديد من أنواع الكائنات المجهرية. على سبيل المثال منها ما يكون هوائي، منها ما لا يكون هوائي. من هذه الأمثلة الديفثيرويد، بكتيريا نوع من الديفثيرويد اللي هي على سبيل المثال أنواع الكورني بكتيريا، ستافيلوكوكوس أريا، ستافيلوكوكوس إبيديرميداس. بالإضافة إلى ذلك أنه عادة الأسنان واللثة اللي تحيط بها اللي هو الجنجيفالس تيشو أيضا تكون حاوية على أنواع أخرى اللي هي على سبيل المثال ستافيلوكوكوس ميوتانس، وتكون حاوية على التجاويف الأخرى اللي هي على سبيل المثال النازو فارينكس اللي هو تجويف المريء. إذا انتقلت لهذه الأنواع من البكتيريا على سبيل المثال من الفم إلى هذا التجويف النازو فارينكس قد تسبب لنا إمراضية. Some normal residents of the nasopharynx can cause disease such as pneumonia especially in older adults في الأشخاص الكبير السن and those whose resistance is impaired اللي هم عندهم مشاكل في الجهاز المناعي. أهم نقطة نفهمها على النورمال فلورا أنها تكون متواجدة في مناطق محددة، إذا انتقلت من هذه المناطق إلى مناطق أخرى قد تسبب حالات إمراضية. بالنسبة للإنتستينال تراكت اللي هي القناة الأمعاء، هي أيضا تحوي على كمية كبيرة جدا من الأحياء المنشفية، ولذلك هي نقول هنا the gut microbiota microbiota has the largest number of bacteria، تحوي على أكبر كم من البكتيريا. في الإنسان الـ gut flora عادة تكون تستعمل بعد سنة إلى سنتين خلال الإنسان ما يبدأ بأخذ الطعام، يبدأ بالحصول على هذه النورمال فلورا، وتصير عملية عادة تصير عملية هذه النورمال فلورا adaptation في المعدة، فتتحمل إفرازات المعدة اللي موجودة وتتحمل أيضا الإنزيمات اللي موجودة في داخل الأمعاء، وبالتالي تحصل resistance وتكون متكيفة للظروف الموجودة في الأمعاء. بالنسبة للمعدة، لكون المعدة تكون عصارتها المعدية عادة بدرجة عالية من الحموضة، فلذلك تكون أعداد جدا نادرة ما تكون هناك نورمال فلورا في المعدة. حدود 20% من الإخراج اللي هو البراز عادة يكون مؤلف من أجناس بكتيرية، أكثر من 99% من عندها هي عبارة عن بكتيريا لا هوائية. بالنسبة لأجناس البكتيرويدز نوع من أنواع البكتيريا، فهذه تكون موجودة بكثرة في اللارج انتستينز، وكذلك عندنا الإشيريشيا كولاي اللي هي فاكولتيتيف ان ايروبيك اورجانيزمز يعني اختيارية لا هوائية، بمعنى أنها تستطيع أن تنمو في الظروف الهوائية وفي الظروف اللا هوائية، تألف لنا حوالي 0.1% من البكتيريا اللي تكون موجودة في الأمعاء.
وبالتالي هناك أجناس أخرى كثيرة أيضا تكون موجودة أيضا في الأمعاء. ننتقل إلى العضو الآخر اللي هو القناة التناسلية البولية. هذه القناة التناسلية البولية أيضا تكون حاوية على مجموعة من الكائنات الأخرى. على سبيل المثال الفيجينا العضو التناسل الأنثوي يكون عادة حاوي بعد الولادة على النورمال فلورا. هذه عادة تعود إلى وجود بكتيريا تسمى اللاكتوباسيلس سبيشيز. هذه اللاكتوباسيلس سبيشيز هي اللي تعود لها حموضة المهبل، لأنه المهبل يكون ذا درجة حامضية منخفضة low pH، وبالتالي طبعا هذا راح يمنع نمو أجناس أخرى من الكائنات المجهرية على سبيل المثال اللي هي الخمائر. اللي يصير انه في بعض الاحيان اذا السيده اخذت كميه من الانتي بايوتيك قد تؤدي الى قتل هذه البكتيريا، وبالتالي قتل هذه البكتيريا راح يسبب ارتفاع بالبي اتش في الجهاز التناسلي، وبالتالي تظهر لنا اصابات فطريه، الاصابات الخمائر، ولذلك كثير من السيدات يعانون من هذه المشاكل بسبب اختلال في النورمال فلورا. وعاده هذه الخمائر اللي هي اللي تسبب لنا اصابات عند السيدات هي الكانديدا البيكانز. طيب عادة اليورين اللي موجود بالكدني والبليدر البول يكون عادة معقم وخالي من أي أحياء مجهرية، ويكون خالي من أي تلوث، ولذلك البول في الحالات الطبيعية هو معقم، ولكن لما الإنسان يصاب في بكتيريا والتهاب في المجال البولي عادة يكون البول ملوث. ننتقل للموضوع الأخير اللي هي الـ beneficial function of normal flora. شنو فوائد النورمال فلورا؟ النورمال فلورا مثل ما قلنا انه مبدأ التنافس تمنع نمو الكائنات المجهرية الممرضة الأخرى في المنطقة المتواجدة فيها. على سبيل المثال الفم يكون حاوي على مجموعة من النورمال فلورا، إذا دخلت النورمال فلورا، إذا دخل كائن ممرض بكتيري النورمال فلورا مبدأ التنافس تقضي عليه. بعض انواع البكتيريا اللي موجوده في القولون زين تنتج لنا انتي مايكروبيال سبستانس، وبالتالي هذه الانتي مايكروبيال سبستانس تقضي على الكائنات الممرضه المجهريه الاخرى اللي هي البكتيريا الغازيه اللي قد تدخل بالطعام الملوث. البكتيريا اللي تستعمل عاده الجهاز الاطفال اللي هي النورمال فلورا في بدايه حياه الطفل حينما يكتسب النورمال فلورا عاده، هذه البكتيريا عاده تحفز الجهاز المناعي، وبالتالي تجعل الجهاز المناعي منيع ضد الكائنات المجهريه الاخرى، وبالتالي هو شو يسوي؟ يسوي عمليه ستيميوليشن للاميون سيستم. النقطه الرابعه عندنا انه بعض انواع البكتيريا عاده تنتج لنا فيتامينات معينه مثل فيتامين كي، وتساعد ايضا في عمليه الهضم، لذلك كثير من الناس الذين يعانون عاده من امراض تهيج القولون هو بسبب اختلال موجود في النورمال فلورا في امعائهم، وهذا بسبب اخذ الانتيبايتيك. لما تاخذ انت الانتيبايتيك راح يضرب البكتيريا النافعه اضف الى البكتيريا المضره اللي سببت التهاب، فبالتالي يسبب اختلال في النورمال فلورا. ولكن النورمال فلورا ايضا لها مساوئ. على سبيل المثال انه مثل ما ذكرنا انه النورمال فلورا اللي تكون موجوده في مكان معين اذا انتقلت الى مكان اخر تسبب لنا مشاكل. فمثلا انه النورمال فلورا اللي موجوده بالسكين اللي هو مثلا ستافيلوكوكس ابيديرميداس اذا انتقلت عاده الى البلود ستريم زين راح تسبب لنا مشاكل في صمامات القلب، وراح تنتج لنا التهاب في عضله القلب ايضا. النقطه الثانيه انه عاده البوتنشال باثوجينز في بعض الاحيان اخذ الانتيبايتيك بكميه زائده راح يسبب لنا مشاكل. ليش؟ لانه قد تكتسب هذه النورمال فلورا ريزيستنس، بالتالي اذا انتقلت من مكان الى مكان اخر واخذت انت الانتيبايتيك اللي اخذته اول مره راح هذه البكتيريا تنمو، راح تسبب لك مشاكل، وحتى اذا اخذت انتيبايتيك فهي بالتالي ماخذه الريزيستنس مالته وتقدر تقاومه وتقدر تستمر. بالنسبة للبكتيريا أيضا من مساوئها أيضا أنه عادة بعض المركبات اللي ناخذها بالطعام، على سبيل المثال هذا السكرين اللي هو المحلي اللي ياخذوه أهل السكر، هذا المحلي اللي يكون بحبيبات في الأمعاء بوجود البكتيريا النافعة له اللي هي على سبيل المثال بكتيريا تفرز البكتيريا بكتيريا سولفوكتيز،
السكرين اللي ناخذه عادة يصير فيه في تفاعل معين ويتحول إلى مادة مسرطنة، وبالتالي بسبب وجود هذه البكتيريا اللي هي النورمال فلورا وبسبب أخذ هذه بعض المواد الموجودة في الأغذية، هذه قد تتحول في تحورات معينة نتيجة إنزيمات البكتيريا، تتحول هذه المواد إلى مواد أخرى قد تكون مسرطنة. ولذلك لا ينصح بأخذ المحلي اللي يستخدموه عادة أهل السكر إلا بكميات جدا قليلة. بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي اللي هم عادة يسموهم immuno compromised، اللي هم عندهم ضعف في الجهاز المناعي، النورمال فلورا في بعض الأحيان في هذه الحالات إذا انتقلت إلى أماكن أخرى أو قد تكتسب عادة القابلية وتنتقل إلى أماكن أخرى غير أماكنها الطبيعية وتكون في هذه الحالة ممرضة. هذه الآن عندنا نقاط أساسية على المحاضرة، كل ما ذكر هو موجود في المحاضرة. في حال إذا كانت هناك أي أسئلة feel free to ask، وإن شاء الله أجيب على جميع الأسئلة اللي تتبادر إلى أذهان حضراتكم. رحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، هذا ملحق للمحاضرة الأولى، الثالثة اللي تم تسجيلها فيديويا. بهذا الملحق أحب أن أوضح لكم أنه هذه هي المحاضرة. المحاضرة مذكور فيها كل النقاط اللي تكلمنا عنها. هذه المحاضرة الورقية هي مطلوبة من عندكم، أضف إلى ذلك جميع المعلومات اللي موجودة في المحاضرة الفيديوية مطلوبة من عندكم. في الحقيقة هي جميع الكتاب اللي موجودة بالباوربوينت هي نفس هذه الكتابة، ما غيرت من عندها أي شيء، باستثناء بعض الرسومات أو الفيجرات اللي موجودة في المحاضرة الفيديوية أو الباوربوينت. مطلوبة من حضراتكم الفيجر اللي مذكور فيه ستراكشر الإنسان وأنواع البكتيريا اللي موجودة فيها، فبالتالي جميع أنواع البكتيريا اللي موجودة بالرسوم هي مطلوبة من حضراتكم، ومعظمها تلقوها أيضا هنا بالمحاضرة، بس في حال أنه بعضها غير موجود أنتم مطالبين أيضا بها. هذا الفيجر البسيط أيضا أنتم مطالبين به، مجرد يوضح لكم الأجزاء اللي تتواجد بها النورمال فلورا اللي تكلمنا عنها. إذا كانت هناك أي مجموعة أسئلة راح نخصص احنا فيديو آخر إن شاء الله تعالى للإجابة على مجموعة أسئلة، أو نشوف كيفية أخرى للإجابة. أرجو من حضراتكم أنه تتابعون صفحة الفيسبوك الخاصة بي، وكذلك المحاضرات جميعها راح تنزل على المودل. سيكون هناك أيضا مجموعة من الامتحانات اليومية تعقب هذه المحاضرة، هناك امتحان يومي سيتم الإعلان عنه. أرجو من حضراتكم قراءة هذه المحاضرة بشكل يعني دقة بالغة، لأنه راح يكون هناك كويز، الكويز جدا مهم. لا سمح الله إذا كانت درجتك في الامتحان قليلة، درجة الكويز راح ترفع من درجتك في الامتحان. أضف إلى ذلك اطلاعك على الامتحان في المودل بالكويز راح يساعدك جدا بالامتحان اليومي، الامتحان الشهري عفوا. فبالتالي هو نوع من أنواع البراكتس، أيضا نوع من أنواع التدريب لغرض إجراء الامتحان الشهري. أتمنى من حضراتكم تولون أهمية كبيرة جدا إلى التعليم عبر المودل. التعليم عبر المودل له فوائد كثيرة، أنت موجود في البيت وتستطيع أنه الحصول على محاضراتك بشكل سلس. فبالتالي أتمنى من حضراتكم تولون أهمية بدلا من أنه السنة تروح علينا، وإن شاء الله ما تروح علينا. أنا إن شاء الله أكون حاضر لأي سؤال يطرح من قبل حضراتكم، والمحاضرة إن شاء الله بسيطة، دراسة أي مصدر آخر أيضا تكون مقبولة، وأتمنى لكم التوفيق. في النهاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.